نتائج منطقية اليوم في المباراتين؟ أنا قلت لك في الأول خالص ممكن يبقى النتيجة واقعية، الأهلي والزمالك فاينل، لكن الحقيقة أحسن فريق من الأربعة سيراميكا من ناحية الأداء، يليه بيراميدز. الأهلي والزمالك الاتنين زي بعض، يعني الاتنين ياخدوا 4 من 10 أو 3 من 10 على أدائهم في المباراتين النهاردة. الحالة بتاعت الفرقتين يعني ما كانتش جيدة، في أخطاء من المدرب ده ومن المدرب ده. دونجا تأثيره واضح جدا على وسط الزمالك، يعني محمد شحاتة كان لازم يروح وسط الملعب، مش عايز أتكلم في التفاصيل الكتيرة، إنما كان في أخطاء في التشكيل وتكوين الفريقين، اوكي ونفس الحكاية بالنسبة للأهلي، لم أخطاء في التشكيل اوكي طبعا. يعني لا لما تقول لي ان البيراميدز وسيراميكا افضل، هم اللي خسروا. لا كورة يعني بدلك طبعا، يعني لا الزمالك بدلك لبيراميدز خالص كبير، الكرة البينالتي يضرب في العارضة بعدين في رجلين عواد وبعدين تطلع، ده بدلك يعني ملهاش حل يعني. انما شريط المباراة التقييم بيبقى على شريط المباراة وحركة اللعيبة والتدخلات والفرص والأداء والجدية وكل الحاجات دي كلها. بيراميدز كان راكب الماتش معظم 90 دقيقة، الزمالك عنده خلل في الظهر، خط الظهر عنده خلل في وسط الملعب، خلل كبير جدا، الخلل كمان امتد إلى المدافعين، دايما الفرقة فيها مسافات ما بين 3 خطوط. الحكاية بالنسبة للأهلي تكوين غريب جدا، هو ايه كان بيفكر في الزمالك؟ طب ده ماتش مهم جدا للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي، لان ده تاني مباراه بعد السوبر الافريقي. انت بتستعد وبتريح لعيبه علشان انت هتعدي من سيراميكا، هو انت زي تتوقع، انا حسيت ان هو لا ما كانش ما شافش سيراميكا بتلعب ازاي. بس انت تتوقع انه كان يريح اللعيبه ولا هو قاعد يقرب؟ لا ده بيريح، انا متهيألي بيريح، ما اوكي ينفعش يلعب من غير، انا وسام فاهم لان وسام لسه راجع من كاس عالم، اوكي انا دي حاجه الوحيده اللي انا فاهمها. انما الباقيين كريم نيدفيد بعيد باله مده، لعب في وسط الملعب النهارده، امام عاشور اختراع ان يلعب في الناحيه في الجناح، وانت عندك الشحات، بيرسي تاو عندك رضا سليم كمان. انتاجه رضا، وعنده رضا سليم طبعا كمان، رضا سليم لعيب كويس جدا. الأداء الأهلي هدف في 12 ثانية، ثم الجمال في أداء سيراميكا أنه ما تهزش وصمد ورجع ولعب كورة، ولعب كورة إزاي؟ فريش، فرقة فريش عمالة تعمل مساحات وتتحرك في المساحات الكبيرة اللي في دفاعات الأهلي، وبص ملعب والرمادي عامل شغله حلو بصراحة. هايل هايل عمل بجد، شغله أنا حلو. بقول له يعني شابوه هارد لك الحقيقه. هي بس هي دي الكوره للاسف يعني، انما هنا بقى خبره النادي الاهلي في التعامل مع البطولات الكبيره او المباريات الكبيره هي اللي قدرت تخليه يعدي من هذه المباراه. لكن لو بصيت للهدفين ليس لهم علاقه بالاداء الجماعي ولا بالجمل التكتيكيه، اخطاء يعني دفاعيه ومهاره من طاهر في انه خطف الهدفين وانتهينا. انما الاهلي طبعا احنا هذا ليس اوكي الاهلي اللي احنا نعرفه. راح نتكلم عن كل مباراة على حد